في هذا المقطع سنتحدث عن آلية إدخال دراسة جديدة ثم تخزينها وآلية فتح دراسات قديمة. بداية سنذهب إلى Patient ID وندخل Start New Patient، ندخل رقم المريض وهو أهم رقم لا يجب إدخاله، ثم تيست للتجريب، ثم نضغط على Begin Exam من هنا من هذا الزر فيبدأ. لأجل التخزين نلاحظ رقم المريض واسمه. من أجل التخزين لدينا حالتين، في حالة عدم الضغط على زر فريز نضغط على زر ستور لتخزين موفي، لاحظ نضغط أول مرة فيأخذ المقطع المطلوب، نضغط مرة أخرى فينقل الصورة ويسيفها في الهارد فتظهر في هذا المقطع. ثم لدينا حالة أخرى، إذا عند وضع زر فريز نضغط على ستور مرة واحدة فنلاحظ أن الصورة ثابتة تطلع تخزن هنا، أما الصورة المتحركة فيوضع شكل فيلم فيديو عليها. من أجل البحث عن أو مشاهدة دراسات قديمة نضغط على زر أركايف، ثم للانتقال على دراسة قديمة ولتكن هذه الدراسة رقم واحد نحرك ندخل على هنا، نضغط على select patient من هذا الزر وندور الزر حتى نصل إلى متولي بشير، ثم نضغط على زر enter فنلاحظ أنه يفتح بشير متولي، نضغط OK فنلاحظ أن الدراسات الظاهرة، نضغط على الصورة المطلوبة فيمكننا مشاهدتها.